السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. راح نقطف إن شاء الله الكوسة، لكن قبل ما أقطف الكوسة خل أقول لكم وش جالس أنا أحضر الحين. طبعا الآن أنا جالس أحضر طريقة العناية بشتلات الطماط من البداية للنهاية. طبعا يبغالي تقريبا أسبوع كامل على أساس أني أطلع بفيديو الطريقة المثلى في الزراعة أو طريقة العناية بشتلات الطماط. أمس قلمتهم من الأسفل على مراحل، طبعا كل 3 أيام في مرحلة، لكن راح إن شاء الله ننزل فيديو كامل لحاله بهذا الموضوع. في فيديو ثاني إن شاء الله راح ننزله اللي هو طريقة الرأي، شلون طريقة الرأي وكيف سويت طريقة الرأي، هل جت من رأسي بس كذا ولا في أشياء اتخذتن على أساس أن أطلع برأي ممتاز. خلونا نقطف الكوسة. الكوسة طبعا يبغى لها في أشياء مستوي، يعني حجمه كبير مرة، وفي شيء صغير، فلذلك أنا ما عندي فرصة بكرة أني أقطف، فلذلك راح أقطف اليوم. وكذلك بعد الآن شغال في فيديو الري وفيديو الطماط، فلذلك راح أقطف اليوم. بسم الله، سمي بسم الله. الأملاح على 1200، الحين ثبت على 1200 الأملاح. البي اتش من 5.5 إلى 6، تعرفون حقين الزراعة المائية البي اتش أحيانا يصير 5.5 وأحيانا يصير 6 أحيانا يصير 6.5، لكن قليلا يصل عندي 6.5، ما خليه يصل 6.5. عدد الشتلات 8 شتلات للكوسة، وما شاء الله البيت مكفية، البيت يعني ميزان البيت مرة ميزان، لو أزود شوي صارت زيادة على البيت. هذا طبعا مقوس بسبة انه كانت الشتلة هذه نايمة على الشتلة الثانية قبل 3 أيام، فانتبهت له وعدلتها. هذه الزهرة الأنثوية للكوسة.
انتهينا من قطاف الكوسة. هذا حصيلة اليوم، تقريبا فوق 10. احدى عشر حبة في بعضهم يعني قريبين، يعني يبغى لهم بكرة لكن ما يكفون هذولا.